متابعينا الاوفياء في بلاتي اخي اشرب باقي ما بدينا. متابعينا الاوفياء في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم في حلقه جديده من برنامج التبال. تبارك الله عليك اخي اشرف. اليوم معنا اشرف من حي حومه تشوك، نتعرفوا على اسرار هذه المهنه وتفاصيل اخرى مع با اشرف اللحيه. اللحيه ضروري با اشرف، عرفنا عليك. اشرف اللحيه، حي بن كيران، حومه تشوك. كيفاش هذا اشرف اللحيه؟ اشرف اللحيه تبارك الله، ما عجبتكش الخير؟ لا الخير موجود والله، الخير موجود اخي اشرف. من فوقاش انت كتمارس عمل التطبيق؟ 2012 اخي. تبارك الله، يعني احسب معايا احسب معايا، قول 2012 10 سنين 11 سنه هيدا، قول 12 عام. 12 عام بديتي وانت صغير؟ واش عارف عمرك؟ كنت كنبيع ونشري تبارك الله. واش عارف كنبيع ونشري؟ في عمري 27 عام. ما نعطيهاش فيك الحظ. الله ما تبان عليك. واخا با اشرف، سبق لكم تعرضتوا لشي شي مشكل في هذا التطبيل هذا؟ شيرو ليا الماء سخون اخي. الله الا الماء سخون تاعك شي تبل ديالك، الماء سخون ماشي كنطبق كنشوف فيه الماء هو شكون. الله سخون 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 غادي ما قلت على الوالدين ديالي لا والو، خليتها هيداك، خليت لهم الله سبحانه وتعالى. في نظرك علاش اخي اشرف؟ ما تقدر الناس مساكن كيكونوا خدامين. قرب عندي قرب عندي فهمتيني، الناس كيكونوا خدامين ما تقدرش يتعرف الله يحسن العون، وكاين الحومه الله يهديهم. عمرو قال لك شي واحد هيدا فوجاك ما طبلتش عليا اخي انا عندي التليفون ومكانه ديالي؟ الحق جاوبته له قد السؤال ديالو اللي قال لي شي حاجه، قلت له اخا وراه راه الدار فينيا راه كوميساريا. بصح دابا تخيل معايا، تخيل معايا شي واحد مثلا، هاد السيد هذا شافك كطبل الحومه ديالو ما بغاكش يمشي لديك لارابيك، واش يدي موراك شي حاجه؟ لا اخي. علاش؟ مش ساهل، حيتاش جيرة حيتاش الطبالة بالتقاليد ديالنا، اجي من كلشي جيتينا بوحدك مع هاد الناس كاملين يا بصح. بوحدك جا تاود ما تا علاقة، فايحة فايحة. اجي نقول لك فيها شي فلوس بركة الله وسهلة قسما بالله خير، ويمكن تجيب الشهرية او لا حسب، لا إلا لا حسب فيها الفلوس، لا فيها الفلوس فيها فيها بركة. شبر هيدا أراضيك الطول هاكا أخي الدهب صحتك. اللهم بارك أخي. أنا نجربو تحنا هاكا أخي يوسف. بسم الله بسم الله. انا رجع كرسول الله عجبتك باقي ما شبرتي الريتم. زيتوني شنو معاناة؟ معاناة اخي يوسف ناحية د الناس ما كيشوفوش شني داخل في قلب البنات. صح، انا كنطبل كنطبل لله في سبيل الله، ماشي زعما كنطبل ماشي زعما شي حاجة ولا غنوصل لشي حاجة. انا عندي المهنة ديالي كنبيع ونشري، الحمد لله كنبيع ونشري في بطانية. يعني كتبغيو تحافظوا على صافي عادي التراث ديال جدودنا وسلام، قسما بالله ما تقول لي انا مالا ولا نصنع ولا هذا ولا هذا. كتجبرتيني الف طبل كيطبل نهار 29، انا كندور شهر والجيران عارفين كاملين كندور شهر كامل. كتجبرتيني في 29 6 طبالات ما نعرف عمري ما شوف وكذب عليك. واش انا دابا لا دابا انا ديك الناس اللي كيقولوا هذاك الطبال كيصدعنا كيشيروا عليا بالماء، سمعتيني كيشيروا عليا بالماء. انا نوض عند الطبال نقول له ما تطبلش الخاو، ما عندي حتى دخل فيه، خليه براسو اللي بغى يعطيه في الحق. صرافتي عارف اخي دابا انت بالنسبه لك 30 يوم وانت كطبل يعني ما كتشوفش هادشي بزاف عليك ولا ما كاينش اللي يعاونك؟ لا ما كاينش اللي يعاوني، كان كيعاوني بوري الله يطلق صراحه وفي الحبس مشبر شي صديق. صديق ديالي عادي البور. امين جميع مسلمين اخي. امين الله يفرج عليه فهاد الشيء. امين امين الله يرحم بالك. شي رساله اخيره للمغاربة؟ عاش الملك اخوتي طباله سركل فركل ابا. اجي نقول لك دابا هاد القضيه ديال التطبيل، كتشوف الناس باغيين هادشي ينقرض؟ كاين شي فئه من هاد الناس؟ لا والو لا والو، كلشي عاجبو التور، كلشي عاجبو التور ضروري يا صاحبي، راه ما دابا لا تور والو اصاحبي نكذب عليك. دابا تينا ناس مثلا يا انت كي مثال ناس ما كاينش الطبال وما كاينش التليفون، مال انت كي مثال انا التليفون ما كاينش يا اسامي فهمتيني شنو هذا؟ غتبقى متجوع فهمتيني هضرتي، هو التليفون هو كلشي تبارك الله عليك فهمتيني. والطبال عاوتاني كتمشي مع بنادم اللي الله يوفق. امين الله يوفق جميع مسلمين ماشي ان شاء الله ان شاء الله باقي مطول في هذا. ان شاء الله يا ربي يعني ضروري. واخا انا من ولادي حتى مراتي خرجت طباله.
تحيات ديال عكاز ولا النظار حايله عندك هذا القضيه. واخا اخي اشرف الله يوفق امين. ما كراتي باقي باغي نتحاور معك ولكن انت كتب لي مزروب. اه مزروب اخي بلاتي الله رب دابا اخي. اه قول شي اسئله دنياني هذا شي اسئله. قال لك الزيت صار 151 درهم. اش ما شحال اقسم بالله 151 درهم شنو هي الزيت 5 لتر. وقال لك اخي اللي شرا جوج قرعات ما يزيدش. لا لا يزيد فلوس موجوده صافي عندك مدوخه. اخي اشرف شكرا على المشاركه ديالك والله يوفقك ان شاء الله نرجعوا عندك في الاخر رمضان. مرحبا بك اخي انا اجي عندي نهار ديال العيد. الله يكبر شي حاجه واعره اجي طالعه في الطندوس. العيد كيفاش كتكون عندكم الحفله في الاحياء الشعبيه؟ الجيران كيفرحوا والعائله كيمشيو عند بعضياتهم الحمد لله ضروري. كتزوقوا الاحياء وكذا؟ عامين حنا محرومين كورونا فعلا. كورونا كاينه ولا ما كايناش؟ كاين. اي والله يبعد علينا. كتزوقوا الاحياء ضروري احياء شعبيه كالجهيده هذه دنيا ديكور. اذا متابعينا الاوفياء دبرنا روبورتاج نهار العيد ان شاء الله مع با اشرف. مرحبا بك. اعطينا الكلمه للناس ضروري. الحومه تكون مزوقه. لا لا كون هاني الطبالي الفطور العالم الصاله في الجامع يا مرحبا بك. الله يرحم والديك. مرحبا بك اخي يوسف. شكرا على تلبيه الدعوه. كنظن واقيلا ترجع هيدا. اه بحال واه سير الخوا كمل الشغل الله يوفقك. امين. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.